اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان كلام الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي بعد توقيع بروتوكول النادي الاهلي مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه منشات النادي الاهلي. ايه رايك يا استاذ حسام؟ نعم، ما شاء الله. قلت لحضرتك كيانين يستحق التعاون معا، مش هنقول بقى من اجل مصر وبس، بالعكس من اجل منتج مصري، فعلا منتج مصري في صناعه اسمها الرياضه، في القلب منها هيكون ان شاء الله النادي الاهلي حريص على هذا التواصل. حضرتك شفت السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي قال انه مش عايز يحرق بعض الحاجات، لكن هناك ما هو تطوير وهناك ما هو جديد. يكفي انه فكره تغطيه استاد حمام سباحه الشيخ زايد هو بناء على مشاهده ثم طلب في احد ندوات مجلس الاداره الحالي، ومن ثم هذه هي مشروعيه من اختارك على برنامج اسمه عائلة الأهلي. حلو. فليتحدث الجميع، لكن من اختارتهم العائلة للقيادة يكونوا دايما حاضرين وجاهزين وعند حسن الظن في تنفيذ رغبات العائلة. وأنا بقول ده اختصارا حتى اللي قاله السيد العمري فاروق إنه قدامنا 4 سنين عارفين إن هنتعب فيه. يا سيدي الفاضل، هذه هي الأسرة عندما يجد ويجتهد، يعني كبارها، مش هنقول عائلها، لا هنقول كبارها، نحو سد احتياجاتها وأن يكون لها حاضر طيب، ومن ثم يبنى عليه مستقبل بإذن الله يليق باسم الأسرة دي. وهل هناك أكبر من هذه الأسرة الحمراء في شرقنا الأوسط والعالم أيضا؟ وده اللي خلاك يعني لا أظن يعني. بتتكلم في حاجة، يعني بتتكلم في دولة تتحد مع دولة. ما أنا بقول لحضرتك يعني حاجة صراحة الأكثر صراحة يعني تفاؤلا، كيانين كبيرين في دولة واحدة. بالظبط، يعني جناحين كبار قوي في دولة واحدة اسمها مصر. بالظبط، الأهلي وقواتنا المسلحة. حاجة جميلة جدا، وبصراحة كلامك كلام حلو جدا. معانا على التليفون يلا السيد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي النادي الأهلي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كابتن حنين، ازيك؟ أخبارك؟ كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب، ربنا يخلي حياتك.